السلام عليكم. زار وزير الصناعة سيد أحمد زغدار مركب بإنتاج الإسمنت بمنطقة عين الكبيرة بولاية سطيف، واللي هذا المصنع هدايا نتاع إنتاج الإسمنت ينتمي إلى مجمع جيكا اللي عنده أكثر من 12 مركب لإنتاج الإسمنت عبر التراب الوطني، واللي ينتج ما يعني حوالي 18 مليون طن سنويا من الإسمنت، يعني بقيمة حوالي 80% من الإنتاج الكلي للجزائر في مادة الإسمنت. وللعلم أنه هذا المركب تاع عين الكبيرة بسطيف ينتج 3 مليون طن سنويا من مادة الإسمنت بمختلف أنواعه، حيث أنه دخلت خط للإنتاج ثاني في هذا المركب، مما سمح بالوصول إلى إنتاج 3 مليون طن سنويا يعني في غضون هذه السنة، وكذلك سمح بتوظيف ما لا يقل عن 570 منصب شغل إضافي مباشر. كما أنه هذا المركب نتاع عين الكبيرة يساهم في عملية التصدير باعتبار أن إنتاجه مطابق للمعايير الدولية، حيث أنه تحصل بشهادة المطابقة الدولية اللي بموجبها تسمح له بتصدير منتجاته نحو أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنه صدر هذه السنة بما مقداره 1.2 مليون طن من مادة الكلينكر اللي نعرف أنها حصلت على شهادة المطابقة الدولية. وهنا نشاهد يعني بعض المنطقة الذي يقع فيها المصنع هذا لإنتاج الإسمنت، وكذلك تنتج وحدة عين كبيرة تنتج إسمنت مخصص في استغلال آبار البترول ولابنطونيت، ما يسمى بلابنطونيت. إذن هذه هي، أترككم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.